أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وبكل أطوافه وبكل طوائفه نرفض رفضا قاطعا أي مساس لتغيير واقع مدينة القدس سواء من الناحية التراثية أو من الناحية السياسية. لنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة لهو نؤكد بأن ما تقدم عليه أو ما تفكر به الإدارة الأمريكية لا يمكن أن يغير الواقع الموجود ولا يمكن أن يغير الموازين، وهذه السياسة إن طالت أو قصرت، إن تحققت أو لم تتحقق، فإننا نقول بشكل واضح بأننا سنتصدى لهذا القرار الأهوج والقرار الغبي والقرار الذي ينم عن سطحية واعتباط، لأن ترامب إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فليس معنى ذلك أنه يستطيع أن يقلب الحقائق أو أن يغير التاريخ.